بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عندنا مذيع شاب اسمه حسام حداد قلب الدنيا بقاله يومين، الناس كلها بتتكلم عليه. الراجل ده فيديو واحد بس في حوالي 30 ثانيه قلب مصر كلها عليه. نشوف بقى ال 30 ثانيه بتاع حسام دول كان بيقول فيهم ايه. طب ازاي النادي من مصر يحمل اسم مصر لا يمثل مصر؟ ازاي بس؟ عارف المصيبه في ايه؟ المصيبه ان هو طالع بيقول كده على القناه الاولى المصريه، يعني اللي هي المفروض اللي هي قناه محايده، بس احنا ما زمن الحياد والكلام الفاضي ده بقاش موجود. انت عارف لو قلت كده في قناه الزمالك الايام دي الناس كانت هجمتك برضه، حتى الزملكاويه. ليه؟ لان احنا كمصريين عاملين هودنا مع بعض، صفحات الاهلي وصفحات الزمالك عاملين هودنا مع بعض، احنا كلنا كنا ورا المنتخب الفتره الاخيره، صح؟ يبقى معلش بقى يا زميلي، لا انت تعايرني بحوار سموحه ولا انا عايرك بحوار غزل المحله، وكنا بنرمي من بعض كده من تحت لتحت. انما انت تطلع اعلامي مصري وتطلع تقول الكلام ده في القناه الاولى المصريه، ده انت عديت مرحله الفجر يا راجل، مش عديت، ده انت عديت مرحله الفجر بغباء، اللي هو بسم الله ما شاء الله. يعني ايه يا جدع؟ إيه الواسطه اللي شغلتك في القناه الاولى ما قالتلكش ان الكلام ده هتتحاسب عليه؟ الاهلي لا يمثل مصر، هو نادي من مصر يحمل اسم مصر. بس ما بيمثلش مصر. الاهلي بيمثل نفسه في المقام الاول ثم ينسب الى دوله مصر. طب حته بقى مهنيه دي، هو الاهلي بيلعب فين يا حبيبي؟ الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه ده الاهلي ممثل مين؟ الاهلي مش ممثل مصر بس، الاهلي ممثل افريقيا في كاس العالم للانديه. فانت طالع بتهبط في حاجه، هقول لك تاني وتالت ورابع، ملعون قبل واسطه اللي شغلتك يا عم في القناه الاولى. عشان خاطر انت بتتكلم على حاجه مش عارفها، يعني انت بتتكلم على كاس العالم للانديه، الاهلي مش بيمثل نفسه كاهلي بس يا حبيبي، الاهلي بيمثل مصر والاهلي بيمثل قاره افريقيا في كاس العالم للانديه. فانت مش عارف، النبي ما تهبطش، علشان خاطر زيك كتير موجودين بس بنعدلهم كتير، بس انت يعني استغبيت قوي. اسال كده احمد موسى، اسال عمرو اديب، اسال مثلا نشأة الديه، قول لهم الكلام ده بينفع يتقال يعني لايف كده اون اير؟ هيقول لك لا يا حبيبي، محمد شبان من اكتر الناس اللي بيكره الاهلي في الاعلام الرياضي، بس مع ذلك الراجل تلاقيه بيتكلم على الاهلي كويس كده اون اير. منافق؟ منافق، بس عادي بيعرف يتكلم قدام الكاميرا. انت بقى يا باشا راجل زملكاوي، مع احترامي طبعا لكل الزملكاويه، انت طالع تتكلم وتقول انا مش مطالب مني ان انا كزملكاوي اشجع الاهلي، مع ان في زملكاويه كتير محترمين كان الموضوع مش فارق معاهم، ده الاهلي يكسب ولا الاهلي يخسر، عادي يعني. لا تعالى شجعني، لو النبي يا نجم، والنبي محتاجك شجع، والنبي يا نجم محتاجك، انت اللي هتزود جمهور الاهلي، والنبي يا ابن النبي تعالى معانا، والنبي بصراحه تستاهل الايقاف، والله العظيم تستاهل الايقاف. الايقاف بالنسبه لك دواء يا ابني، علشان خاطر تتعلم تقول ايه وما تقولش ايه. اسبانيا دي انتوا كلكم قافشين في اسبانيا ليه؟ انت وخالد الغندور، خالد الغندور كان زمان يقول ريال مدريد وبرشلونه، انتوا قافشين، انتوا متعلمينها بس اسبانيا. وبعدين يا عم حسام زي ما قلت لك راجع الحاجه قبل ما تتكلم فيها، الاهلي لو بيلعب في بطوله افريقيا قول ماشي، ما بيمثلش مصر ما بيمثلنيش، مع ان ساعتها برضه هتكون ساقطه بس هتعدي. انما الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وطلع ماتش مونتيري، وانت تقول لي الاهلي ما بيمثلش مصر، بيمثل الانديه المصريه ولا بيمثلنا انا كزملكاوي؟ جو الحرارة ده تقوله على القناة بتاعتك على يوتيوب، ليه بقى؟ عادي قناتك قول فيها اللي أنت عايزه، إنما القناة الأولى لا يا حلاوة، تعالى هنا، بصراحة تستاهل كل الحملة اللي اتعملت عليك، وتستاهل إن أنت يتم إيقافك من الهيئة الوطنية للإعلام أو مش عارف اسمها إيه، هي بصراحة تستاهل إيقافك، لأن أنت لازم تتوقف يا باشا، أنت زيك زي مي حلمي كده، لو مي حلمي عملت مشكلة مع نجم نادي الزمالك أحمد صالح طلعنا شطنا فيها، أنت بقى لازم تشط فيك، سواء أهلاوية أو زملكاوية، لأن الكلام اللي أنت قلته ده المهنية عندك بطيخ، وتعرف تقول إيه وما تقولش إيه، عندك بطيخ، وده بيمثلك اعلامي لان انت بتطلع في قناه مفترض ان هي حكوميه ومحايده تقول كلام غبي. بس هرجع ثالث ورابع واقول لك مليون ابا واسطه اللي شغلتك. لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو شايف ان احنا دوسنا على الاعلامي فحضرتك ده اقل حاجه بالنسبه للكلام اللي اتقال عليه، الراجل ده اتقال عليه كتير جدا. بس هو ده اللي طلع من ذمتي بصراحه، ما ندوس على الراجل زياده لان الراجل حب يجامل جمهور الزمالك، لا جمهور الزمالك مش فاضيه، فهنعمل ايه؟ هي دي مصر وهي دي الناس اللي بتشتغل في التلفزيونات الحكوميه المصريه. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب، لان احنا في الحالتين بنحاول نهرب من الاعلام المصري، فبينط لنا في حاجات